السلام عليكم. نرتقب ابتداء من نقدر نقول اليوم الثلاثاء، من ظاهرة الثلاثاء إلى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء إن شاء الله اللي راهي جاية، رعود. وهذه الرعود محليين تقدر تكون معتبرات مد أمطار معتبرة، خاصة تهم الفترة الأولى الهضاب العليا الغربية كولاية البيض النعامة، وتمتد إلى الهضاب العليا الوسطى كالغواط الجلفة كذلك المدية تيارت. وفي خلال ليلة صباحة الأربعاء إن شاء الله تمتد إلى السواحل الوسطى وأيضا الشرقية، شرقية حبيقول بالسواحل وأيضا والهضاب العليا كسطيف قسمطينة بجاية جيجل سكيكدا وأيضا العاصمة. هذه الأمطار تقدر تكون لباس بها. وكذلك الحاجة الثانية اللي راح نرتقبها خلال الأيام اللي راهي جاية هي عودة درجة الحرارة للمعدل الفصلي تاعها، يحب يقول في الهضاب العليا تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة، وعلى المدن الساحلية تكون ما بين 19 إلى تقريبا 22 على الغرب.